أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة بداية هذا الأسبوع من مسار السوق، معكم هاني نصر والزميلة نهى علي. مرحبا نهى. أهلا بك هاني، أهلا بمشاهدينا. إذن ويبدو أنها بداية إلى حد ما كانت بيعية على بعض المؤشرات، وسوف نتعرض إليها بالأرقام، لكن لنذهب إلى عناوين المسار. بيعية على الأسهم القيادية، تفقد مؤشر دبي مستويات 4200 نقطة وسط ترقب لنتائج الشركات للربع الثاني. مليار و300 مليون دولار أمريكي الأرباح النصفية للمصارف الكويتية، وفيتش تتوقع أن تشهد المصارف هوامش ربحية أقوى. وضمن خطتها للتوسع الإقليمي، السلام القابضة الكويتية تحصل على موافقة الإدراج في البورصة المصرية. إذن كما ذكرت الزميلة نهى قبل قليل، ضغوط بيعية على الأسواق الخارجية في جلسة بداية هذا الأسبوع، إلى حد ما هناك تأثر بالأسواق الأمريكية المتراجعة نهاية الأسبوع الماضي. إذن سوق دبي اليوم كان تقريبا هو أكبر الخاسرين، متراجع بحوالي 1.3 النقطة المئوية، في حين سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي أغلق متراجعا ب 4 النقطة المئوية. اللون الأحمر كان أيضا على المؤشرات الثلاث في السوق الكويتي، لا سيما كويت 15 كان متراجعا بحوالي 13 النقطة المئوية. أما في السوق القطري ابتعد أيضا عن مستويات 12000 نقطة، بالتحديد كان خاسرا خلال هذه الجلسة 11900 نقطة، عوض جانبا من خسائره مكتفيا ب 35 نقطة من التراجعات في هذه الجلسة. أما سوق مسقط أيضا تراجعات ب20 نقطة المئوية، شبه استقرار للسوق البحريني في بداية هذا الأسبوع. إذا كما ذكرنا وشاهدنا سوية، اللون الأحمر كان المسيطر. ماذا عن قيم وأحجام التداولات في هذه الجلسة؟ أيضا ضعيفة كما نرى بالنسبة لأحجام التداولات، فقط 192 مليون سهم في سوق دبي مشاهدينا، حوالي 74 مليون ونصف المليون سهم في سوق العاصمة أبو ظبي. أما الكويت أكثر من 100 مليون سهم، حوالي 10 ملايين ونصف المليون سهم في مسقط، وقطر لاحظوا 3 ملايين ونصف المليون سهم. إذن أحجام تداولات ضعيفة، تصحبها أيضا سيولة ضعيفة. لاحظوا دبي 75 مليون ونصف المليون دولار أمريكي مشاهدين قيم التداولات، إذن سيولة شحيحة على الأسواق الخليجية. كذلك الأمر ينطبق على أسواق قطر، دبي العاصمة أبوظبي، وكذلك السوق في مسقط والكويت. إذن كما لاحظنا السيولة ضعيفة في هذه الجلسة. سوف نتحدث في حلقتنا بمسار السوق أكثر عن الأسواق الإماراتية، وسينضم إلينا لاحقا حسام الحسيني، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين. إذن نرحب بالسيد حسام الحسيني، عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين معنا في الاستوديو. مرحبا بك سيد حسام. يعني واضح هذا المنحى البيعي، هل برأيك أنه يعود ليحتسب تأثيرات المؤشرات العالمية هو الذي أثر على مزاج التداول لجلسة الأحد؟ ما في سبب ثاني، احنا خصوصا من الأسبوع الماضي كنا نشوف يعني الأسواق إلى حد ما تماسكت أمام الضغوطات اللي كانت تأتي من الأسواق الخارجية، ولكن في يوم الخميس يوم الجمعة وأسواقنا كانت يعني مغلقة، رأينا حتى استمرارية الضغوطات في الأسواق اللي برا مع غياب المحفزات مع غياب أحجام تداول، فكنا يعني إلى حد ما كان الكل متوقع اليوم أنه يكون في عمليات بيع، ولكن هاي عمليات البيع لأنه ما شفنا أي حدا يعني في نية شراء كبيرة، شفنا عمليات البيع أنه تفاقمت ولم يتم استيعابها بالشكل المطلوب، ولكن بسبب الانخفاض الكبير بأحجام التداولات، يعني اليوم يمكن من أقل أحجام تداولات بالفترة الماضية، أنا لا أعتقد أنه السوق بيقدر يكمل حتى إن كانت هناك ضغوطات تأتينا من الخارج، ما أعتقد أنه أسواق
أسواقنا سوف تستمر بهذا التأثر السلبي، فعشان هيك ممكن اليوم مع بداية جلسة يوم غد فقط ومن ثم سوف يعود السوق إلى مستوياته. ماذا عن العامل الموسمي؟ يعني يقال أنه شهر رمضان قد لا يكون قد أعطى يعني الشكل الطبيعي لتداولات الأسواق، ويقال أيضا فصل الصيف سيحمل إجازات وسيحمل أيضا ربما أكيد عن السوق. نحن يعني العامل الموسمي سيكون هو العامل الموسمي هو الأهم، هو الأهم من حيث أحجام، من حيث تأثيره على أحجام السيولة، وهذا ما نشوفه بشكل واضح. لربما في الآونة السابقة، لربما مثلا آخر أسبوع في رمضان الأسبوع الماضي، كان هناك إيجابيات أمام السوق، وكان كنا متوقعين نشوف السوق مثلا يتفاعل مع الإيجابيات اللي كانت برضو بالأسواق العالمية، ولكن بسبب شح التداولات فقدنا التأثير الإيجابي الكبير. في نفس الوقت اليوم عمالنا نستفيد من شح التداولات، مش عمالنا نتأثر التأثير السلبي الكبير. فعشان هيك باعتقادي المحصلة سوف تكون محصلة يعني حيادية يعني بشكل أو بآخر لغاية تقريبا منتصف شهر، يعني منتصف الشهر القادم، بحيث نرجع نشوف الإجازات، عن الناس عم ترجع من الإجازات، وهذا العامل العامل الموسمي تعودنا عليه. يعني تحدثت أن الأسواق في الإمارات تأثرت إلى حد ما في هذه الجلسة بالأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي والتراجعات عليها، لكن ما الذي نفسره هذه التراجعات القوية على عدد من الأسهم اللي نحن بانتظار نتائجها؟ أرابتك 23 نقطة مئوية، إعمار 1%، دبي الإسلامي 16 نقطة مئوية من التراجعات، لماذا؟ هل البعض يعني يرى، هل تكون عمليات بيعية قبل إعلانات النتائج، أم أن هذا الأمر مبالغ فيه؟ لا، في أكثر من سبب. إحنا حتى لو جيت مثلا تبعنا على حركة الأسواق بالفترة الماضية وخصوصا الأسبوع الماضي وحتى وآخر أسبوع في رمضان، مثلا أسواقنا لغاية بداية جلسة اليوم كانت مرتفعة تقريبا 2% من الأسبوع الماضي، ولكن هاي 2% لم يتم ترجمتها بالشكل المطلوب على كل الأسهم. فلو جينا مثلا قارنا افتتاح أسعار الافتتاح لكل الأسهم مع بداية الأسبوع وين كان المؤشر وقارناها مثلا في جلسة اليوم، شفنا انه بالرغم من المؤشر ارتفع 2% الا الاسهم في اسهم اقل من اسعار افتتاحها للاسبوع. يعني على سبيل المثال، الاكثر استفادة كان من حركة السوق في الاسبوع الماضي الاسهم القيادية ذات الوزن الكبير على المؤشر، راينا المستفيد الاكبر امارات دبي الوطني، اعمار، ودبي الاسلامي، بينما كانت اسهم في اسهم كان مثلا املاك اسعارها اليوم او عند هاي الاسعار مقارنة بالافتتاح الاسبوع الماضي اقل، ارابتك اقل، دبي الاسلامي، دبي دي اف ام ارتفعت بالفترة الماضية بشكل واضح. فعشان هيك انا مقصدي حركة اليوم، حركة المؤشر فعليا مش عمالها بتعكس لك صورة حقيقية على عماله بيصير بالسوق، وذلك برضه عشان احجام تداول منخفضة وتركز على الاسهم القيادية. ربما لما تكون هناك سيولة عم نشوف سيولة بتتوزع على كل الاسهم هلا، فهذا التباين امر موجود اصلا بالسوق. رقم اثنين، نعم في منه عم نشوف الاسهم مثلا اللي كانت تستحوذ على 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 اهتمام المضاربين بشكل كبير، اليوم شفناها تتاثر برضه بشكل ملاحظ. يعني املاك سلامة، الأسهم الصغيرة اللي ارتفعت الأسبوع الماضي اليوم شفناها تأثر بشكل كبير. في أسهم لا، هناك نظرة مثلا للأسهم اللي مش متوقعين عليها أخبار مثلا مهمة أو متوقعين عليها لربما السوق عماله بخصم أخبار سلبية، مثلا على اعتقادي أرابتك، لأنه أرابتك ما طلعت زي الأسهم الثانية، فاليوم هبوطها غير مبرر بالنسبة اللي وصلتها. فعشان هيك عمالنا نشوف السوق في معطيات كبيرة، ولكن هاي كل المعطيات اللي اليوم السوق عماله بيعطيني إياها أنا أعتقد أنها سوف تتأثر، سوف تسيطر على حركة السوق في الأيام القادمة، بسبب أنه في ظل انخفاض أحجام التداولات اللي عمالها بنشوفها بالسوق، فالمحركات الكبيرة يعني لا يوجد هناك لاعبين كبار عمالهم بخصموا حركة السوق، وبالتالي ممكن أعول على حركتهم الآن في المستقبل. وبالتالي أنا برأيي الشخصي المستقبل، متى المستقبل؟ يعني على أقل تقدير أنه ما ترجع السيولة، يعني خلينا نحكي نهاية شهر 8، أنا بدي أرجع أشوف السوق عماله بتداول فوق 600 مليون عشان أشوف المؤسسات شو بيعملوا، أشوف الأجانب شو بيعملوا، كبار المتعاملين اليوم شو بيعملوا. اليوم حركة 250 فما بقدر اعول عليها، عشان هيك حتى الصعود الماضي السوق ما قدر انه يعني يلفرج عليه او انه يراهن عليه بشكل كبير ويبني على هاي المكاسب. فعشان هيك انا بعتقد بالنهايه ما دام احجام تداول بهاي الصوره حركه السوق سوف تبقى بالحياد وبنفس المستويات اللي تعودنا عليها. طيب ما واضح انه السوق ايضا تغيب عنها المحفزات الاخبار الكبيره، كان قطاع الانشاءات يحرك السوق، يعني خصوصا بالنسبه لمشروع ارابتك في مصر لاحظنا كم كانت الاستفاده، حتى دبي للاستثمار كان استفاد ايضا فيما يتعلق باكسبو، لكن ماذا عن المحفزات حاليا؟ هل النتائج سيكون لها خصم قوي ام سيتم التعاطي معها ضمن مناطق افقيه؟ يعني لا، يعني تحتاج السوق ربما لاخبار اقوى، والقطاع الانشائي برايك، يعني ذكرت انه ارابتك معرضه لتراجعات، هل هناك نظره سلبيه تحوم حوالي هذا القطاع؟ هلا يعني بشكل عام يعني حتى اللحظه كل الاسهم اللي اعلنت نتائجها وكانت نتائجها ايجابيه شفنا السوق عماله يتفاعل معها بشكل ايجابي،
وهي علامة تحسب للسوق. حتى الأسهم اللي قربت مثلا موعد أخبارها والسوق متوقع لها نتائج إيجابية عماله بتفاعل معها بشكل إيجابي، مثال دبي الإسلامي. اليوم دبي الإسلامي عماله بتحرك، واصل عند أعلى مستوياته الأسبوع الماضي، أعلى مستوياته خلال هاي السنة. السهم واضح جدا أنه عماله بتحرك على خصم أخبار إيجابية ممكن تطلع. فالتفاعل السوق مع الأساسيات أو مع أخبار الشركات حتى اللحظة تفاعل إيجابي وإن لم يكن المطلوب، لأن مش عمالي بشوف سيولة كبيرة، وأنا زي اللي حكينا عنه مش عمالي بشوف يعني لاعبين كبار عمالهم بخصموا هاي الايجابيات. طيب وعلي اذا يعني نحن بنعرف موسم الاخبار بيخلص 15/8، واذا كنا متوقعين انه احجام التداول حتى 15/8 رح تضلها بنفس الرينج، فعلي يعني هل نعول بشكل كبير على النتائج؟ لا، يعني نعول انه بشكل انه لاقي السوق يقوم باختراقات الاعلى. نحتاج الى اخبار من نوع لا بدي محفزات، يعني احنا بنسميها محفزات محليه ذات طابع عالمي زي اللي تعودنا عليها بالسنوات الماضيه، لربما كان الاكسبو، لربما كان انضمام الى مؤشرات مورغان ستانلي في بداياتها. بدي محفزات انا وهل يمكن ان نرى هذه المحفزات في ظل يعني بعض الاخبار الدوليه فيما يتعلق سواء الاوضاع الجيوسياسيه او حتى نمو الاقتصاد العالمي؟ يعني في محفزات خارجيه واضحه؟ لا خلينا، انا صراحه التعويل دائما يعني التعويل انا بعول عليه اخبار محليه ذات طابع عالمي بشكل غير متكرر. يعني اخبارنا الحمد لله اخبار ممتازه، سوف تساهم في كل حالات، سوف يتم خصمها بالسوق وبشكل ايجابي اذا كانت اخبار ايجابيه، والكل متوقع انها اخبار ايجابيه، وحتى اللحظه تصدر انها تكون اخبار ايجابيه. ولكن انا بحكي مثلا انطلاقات، هل ممكن نرجع مثلا نشوف السوق يرجع على مستويات ال 5000 واكثر؟ بدي محفز من نوع محلي بس من نوع اخر، على غرار مثلا الاكسبو هو يعني محفز محلي ولكن ذات طابع عالمي غير متكرر، الانضمام الى المؤشرات المورغان ستانلي. بدي مثل هاي الاخبار او قريب منها. هل على الامد القصير ممكن نلاقي شيء زي هيك؟ انا برايي الشخصي الشيء ممكن انا استناه حاليا واضح ممكن تكون مثلا المشاريع الخاصه في اكسبو، اللي هي مشاريع لسه المشاريع الكبيره، مشاريع البنيه التحتيه لسه لم يتم الاعلان عنها بشكل كبير. هلا توقعات بالسوق انه ممكن تكون بنهايه شهر 10 بشهر 11 سوف يتم اعلان عن مشاريع في دبي خاصه بمشاريع الاكسبو، هل ممكن تتحرك؟ جايينا سيتي سكيب برضه بشهر 9 يعني ممكن يحرك. لم يعد التعويل على نتائج الشركات لا موجود كثيرا على لا موجود وعمالي انا شايف السوق عماله بتجاوب معاه، ولكن انا ما بدي يتجاوب معاه بعدين بعد انتهاء الاخبار نشوف السوق رجع 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 يهدي. لا انا بدي السوق يبدا في ترند، لانه خصوصا انه اليوم الارضيه موجوده، احنا فينا تقريبا 4 أشهر 3 أشهر ونص عمال السوق عماله بتداول بشكل افقي، ومع ذلك محافظ على مستويات 4000، فانه السوق محافظ على اعلى مستوياته وقدر يبني قاعده، فالسوق جاهز انه يواصل ارتفاعاته في قاعده انه انبنت. فبدي هاي الاخبار يعني تحرر سيوله وتفوت هاي السيوله على السوق واشوف خصمها واشوف متابعه، يعني ما بدي خبر يطلع يومين ثلاث بعدين يرجع السوق ينفس. للاسف حتى الان في ظل احجام التداولات الحاليه ما بستطيع اقول انه السوق بيقدر يبدا بترند قوي، لانه بنعرف احنا عشان نبدا بترند قوي بدي احجام سيوله كبيره، وبدي هاي الاحجام تيجي بعمق سوقي، بدي اشوفها مؤسسات محليين اجانب افراد، بدي اشوف هاي الحركه، حتى اللحظه مش عمالنا بنشوفها. طيب يعني وسوف نذهب الى فاصل قصير، لكن ايضا من ضمن المحفزات او من ضمن حتى العوامل التي قد تؤثر على وضع السوق، ماذا عن تحرير سياسه او تحرير اسعار الوقود؟ هذا كيف سيتم استيعابه لاحقا في تاثير في اعمال الشركات، خصوصا الشركات التي تستخدم هذا النوع من المشتقات؟ بعد الفاصل ابقوا معنا مشاهدينا.
إذن يبدو أن هناك تسارع في الحدث، حدث تحرير الأسعار في العديد من الدول الخليجية. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار بأن الإمارات قد تسجل عجز مالي في بحدود في يعني سيكون هو الأقوى منذ 2009، باعتبار أن هذه الدولة تصرف 7 مليارات دولار سنويا على دعم الوقود. إذن أشارت الإمارات بأنها سوف تحرر أسعار الوقود. هذا الأمر كيف سيتم استيعابه في سوق الأسهم والقطاعات التي يمكن أن تشهد ربما هذه المتغيرات، لأنه واضح أنه الوقود يدخل في كل شيء، يعني في كل مناحي الحياة. أول شيء بالنسبة إذا نظرنا هذا الخبر من وجهة نظر مثلا الاقتصاد الكلي، لا حيستفيد يعني بالطبع، يعني لأنه حيصير في فائد إلى أرقام عن باعتقادي عن الحديث عن أرقام أعلى من أرقام 7 مليار. كان الحديث يعني مباشر بشكل مباشر حتوفر الخزينة تقريبا من 12 إلى 13 مليار، بشكل غير مباشر من الانبعاثات والمناخ راح توفر كمان يمكن 13 إلى 14 مليار. فمعنا نحكي من 27 إلى 30 مليار دولار الاقتصاد حيوفره. هذا يعتبر يعني شيء إيجابي للاقتصاد، وبالتالي هو خبر إيجابي لسوق الأسهم إذا ما أخذناها من هاي الناحية. رقم اثنين، التحرير أو رفع الأسعار راح يكون في البنزين مش بالسولار. إحنا بنعرف السولار هو العمال بفوت بالصناعات بالنقل بالإنشاءات، هو السولار، وبالعكس حيتم تخفيضه، فبالتالي التكلفة النهائية للإنتاج للسكن للنقل للبنى حيتم فيها انخفاض، يعني هذا شكل اخر. فبالتالي مش حنلاقي يعني غلاء بال 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 بالتكلفه بالنسبه للانشاءات. ولكن يعني احنا برضه بنعرف لما اسعار المحروقات بترتفع بشكل عام هذا يواكبه تضخم، فاحنا مش عم بيرتفع بس البنزين. هلا بالرغم انه احنا برضه بنعرف التقديرات من 3 إلى 5% من مصروف الفرد الاماراتي اليوم على البترول ممكن نشوفه يزيد ب 20 إلى 25% من المصروف اللي كنت ادفعه. فانا اذا كنت الشهر الماضي مثلا بدفع 1000 درهم على الوقود، راح يصير مثلا ادفع 1200 1300 على هاي الاسعار. هذا تاثير، وراح يكون تاثير لمره واحده، بعدين راح نتعود عليه. هذا التاثير يعني مش بهالسلبيه الناس عم تطلع عليه. هلا الافراد زينا يعني اوكي متضايقين، يعني انه في مصروف هم المخافه من تكلفه المعيشه، يعني انه التكلفه على الاشياء الثانيه. يعني احنا بنعرف احنا دائما واحنا تعودنا عليها، يعني في دول اخرى بيرتفع الوقود، المطاعم ترتفع، النقل بيرتفع الى اخره، هو بشكل. ففي النهايه التاثير النهائي على دخل الفرد راح يكون يتعدى فكرة ارتفاع 20% أو 25% من 5% اللي عمالنا بننفقها، ممكن تكون أكثر. ولكن في نفس الوقت احنا دائما بدنا، يعني احنا كاقتصاد أو حتى كشركات بدنا انفليشن، يعني بدي يكون انفليشن صحي، لأنه هاي الانفليشن خصوصا مع حالة شبه الحذر الموجود اليوم بالأسواق، خصوصا مثلا على القطاعات خارج قطاعات السوق المالي. القطاع العقاري المتتبع له في الفترة الماضية في حالة جمود. فأنا بدي شوية انفليشن يصير ترجع تحرك الأسعار. وبالتالي انا بعتقدي اذا كان هناك اي توقعات انفليشن تضخم راح يكون القطاع العقاري راح يستفيد منه بشكل كبير، راح نلاقي ارتفاع الاسعار بشكل اعلى من التضخم الحقيقي اللي صار. زي مثلا زي بدناش نشبهها بال 2007 الحاله اللي كانت عندنا، ولكن انا بدي شويه تضخم. دائما احنا بنطالب بشويه تضخم انه تعمل ربحيه وتعمل هامش ربح للشركات، وبالتالي اسعارهم تتحسن، ربحيتهم بتتحسن، وبالتالي توزيعاتهم بتتحسن، وبالتالي السوق بتتحسن. الرواتب بتتاخر دائما الرواتب تأخر. فإذا كان التأثير عم أشوف تأثيرها على السوق أو على الاقتصاد فهو تأثير إيجابي بامتياز. طيب السوق، ذكرت بأن سوق المال سوف تأثر إيجابا بهذه الخطوة، كيف هو سيكون التأثير الإيجابي؟ بأي ناحية بالتحديد؟ الربحية مثلا، إذا كنت متوقع أن قطاع الإنشاءات وقطاع التطوير وقطاع النقل هو أكثر القطاعات اللي حتكون مستفيدة، لأنه تكلفتهم فعليا مش حتتغير وممكن تنزل، وبنفس الوقت الانفليشن ممكن يصير بالسوق بشكل عام راح يرفع من أسعار البيع. راح يرفع من أسعار بيعهم، فبالتالي يعني تكلفتهم نزلت وأسعار بيعهم شوية زادت، فبالتالي ربحيتهم حتكون إيجابية. عشان هون من هون حتكون الاستفادة بشكل كبير. وخلينا نحكي القطاعات، أنا بالنسبة للقطاع قطاع التطوير، قطاع الإنشاءات وقطاع النقل. هي أكثر قطاعات اللي هي فعليا هلا مرتبطة بشكل كبير بأسعار البترول، وأي تأثيرات ممكن تصير على أسعار البترول السعر المحلي ممكن يأثر عليها، ولكن ما أعتقد إنه نعول عليها كثير. يعني ممكن ناخذ ردة فعل هلا أولها بداية شهر 8 مع التحرير الفعلي، ولكن بمرور الوقت بغادر رح نشوف في اعتياد يعني نرجع نتعود عليه. طيب ماذا عن القطاعات الدفاعية التي ستظهر؟ سيكون لها تأثير في هذه المرحلة إن كان في سوقي دبي وأبو ظبي؟ احنا بالعكس عمالنا نشوف حتى القطاع الأسهم الدفاعية تعودنا عليها.
عمالنا بنشوفها بتمارس دورها يعني بشكل مختلف بشكل ايجابي، وعمالنا بنشوف دخول اسهم جديده على الخط. يعني مثلا القطاع الاتصالات هو قطاع دفاع بامتياز، ولكن الاخبار الاخيره عليه بالنسبه لرفع ملكيه الاجانب رفعت السهم بشكل صحيح. كبير، وبالتالي رفع وزن الاتصالات على المؤشر ارتفع لانه عالي، المؤشر ارتفع بشكل كبير، فهي اعطى فرصه للاسهم اللي لساتها منخفضه مقارنه اسعارها السابقه باسعار المؤشر. لو جيت قارنت اسعار بعض الاسهم بالمؤشر قبيل خبر اتصالات واليوم اشوفها بشكل مختلف، فبالتالي هذا راح يعطي فرصه للاسهم انها تلحق حركه المؤشر. هذا قطاع اتصالات، قطاع دفاعي. نعم. اليوم مثلا في سوق دبي دخلت عندنا قطاعات اسهم دفاعيه جديده، انا شايفها دفاعيه وشوفها يعني لها بوتنشل بهذا المجال. يعني تعودنا دو ارامكس في سوق دبي، اليوم لا، عمال بشوف مثلا دبي باركس عماله بتفوت بشكل منيح كقطاع وكحافظ للسيولة. اليوم بالعكس، اليوم كانت مرتفعه في معظم اوقات الجلسه دبي باركس، عمار مولز مرتفعه اوقات الجلسه. الاجنبي الى اي حد تغري هذه الخطوه في التحرك داخل السوق؟ عم نشوفهم بالعكس عمان بنشوف حركتهم بشكل كبير، وهذا شيء ايجابي انه لما يجي يبيع مش عماله ببيع وبيطلع من السوق، عماله بيصير روتيشن. يعني ببيع اسهم مثلا اللي هو خايف منها مثلا من نزولها، فبتلاقيه عم بيشتري على الاسهم، خصوصا هاي الاسهم هو بيعرفها، اسهم عنده حصه فيها كبيره. واكبر دليل على الاحصائيات، يعني الاسبوع الماضي عم نشوف مثلا احصائيات الاجانب مرتفعه، احصائيات المؤسسات مرتفعه، وعمان بنشوف على الاسهم اللي احنا متوقعينها واللي تعودنا عليها، مثلا زي ما قلت لك باركس، عمار مولز، هاي اسهم جديده عمالها بتفوت على الخط، وانا باعتقاد انها جيده كحافظ للسيوله حتى لو كان في بيع بالسوق. يعني هذه الخطوه من الحكومه الاماراتيه هي خطوه ضروريه، لا سيما في ظل هذه التغيرات الاقتصاديه التي نراها في المنطقه، الاتفاق النووي الايراني وما قد يجلبه من تاثير على اسعار النفط لاحقا، حتى على ايضا التجاره البينيه، كان لابد من اتخاذ مثل هذه الاجراءات، وقد نراها في دول اخرى خليجيه. هذا بشكل شبه مؤكد عن يعني راح نصير نشوف. اليوم الحديث عماله بيزيد بشكل كبير بالنسبه لحق بعض الدول بركب دوله الامارات. رقم اثنين، هذا كان توصي من صندوق النقد من فتره، مش من فتره قليله. اوكي، وهي خبر ايجابي لانه بصب بشكل مباشر في مصلحه الاقتصاد المحلي الاماراتي، فاحنا طبعا مرحب فيه. توقيته اكثر ممتاز، انه حتى بالتراجعات عماله بنشوفها، فالتاثير بين مثلا اخر يوم في شهر 7 واول يوم في شهر 8 يعني مش حنشوفه كبير لو كما لو كانت اسعار مثلا فوق 100 درهم. فالتوقيت ممتاز. اسعار البترول اللي برا يعني بالرغم من تراجعها الاخير، ولكن الحمد لله السوق مش عماله بيحكي فيها. صحيح. بشكل نعم. مستوعبه. فانا لو اليوم مثلا سعر بترول 48 دولار مثلا دبليو تي اي عفوا، لو قارنت لما كان سعره بدايه السنه على هذا السعر مع حجم مع مستويات اسعار المؤشر، اليوم المؤشر اعلى، فانه سوق بمعنى اخر عماله بتناسى شويه الاسعار، بترول مش عماله بربط حالها وما في بانيك، يعني التخوف الكبير الموجود اليوم في الاسهم. فبالتالي بالعكس، وانا اذا كان هناك ارتفاعات راح اشوف السوق عماله بتاثر فيها ايجابي، فالحمد لله السوق حيد هذا العامل السلبي. وايضا انتقال التذبذبات الحاده اللي شهدتها الاسواق الاماراتيه مع نهايه العام الماضي، تم تبادل الاوراق تم من بيوعات فرديه في معظمها الى ان استقبلها ناس شويه بتطلعوا على لونج تيرم اكثر، فعشان هيك شفنا ثبات، وشفنا حتى نطاقات التذبذب العاليه. لا، السوق عماله يعني زي ما حكينا 4 أشهر تقريبا احنا في 200 نقطه عمالنا نتحرك على. طيب ماذا عن المؤشرات الاخرى؟ يعني برايك هل سيبقى سوق دبي هو السابق تقريبا بين كل المؤشرات الخليجيه الاخرى، يعني باستثناء طبعا السوق السعوديه فيما يتعلق بالقيم بالاحجام، ام برايك سيكون هناك فرص في بعض المؤشرات الاخرى؟ يعني لا ننسى حتى السوق الكويتيه وحصه النفط من الميزانيه للدوله. لا، انا قلت لك يمكن في ذاك الوقت كان هناك تاثر، السبب الرئيسي الواضح المعلن هو اسعار البترول، ولكن في كل سوق كان هناك يعني اشياء محركات مختلفه. يعني احنا اسوانا كنا عن اعلى سعر، كان هناك بيوعات كبيره، صار عندي مارجن كول، فيعني كانت مختلفه. وبالتالي الحمد لله انا حتى اللحظه الشيء الايجابي انه سوق شويه عماله بنسى اسعار البترول وهي التراجعات اللي بتصير فيها. حسام الحسيني، عضو الجمعيه الامريكيه للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا لك. شكرا.
وإلى مجموعة من الأخبار نبدأها من السوق الكويتي، حيث حصلت مجموعة السلام القابضة على جميع الموافقات الخاصة بالإدراج في البورصة المصرية، تصبح بذلك طبعا أول شركة عربية كويتية تدرج في السوق المصرية. وكشف نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة فلاح الهاجري أن عملية الإدراج في السوق المصري ستساعد في تدعيم عمليات ومشروعات الشركة المستقبلية في مصر، بما لا يلقي أعباء مالية على قائمة التدفقات النقدية للشركة خلال المرحلة المقبلة. وارتفعت الأرباح الإجمالية للمصارف الكويتية في النصف الأول من هذا العام بأكثر من 13% لتتجاوز قليلا 370 مليون دينار كويتي، أي مليار و300 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 327 مليون دينار أو بحدود المليار و100 مليون دولار أمريكي. واستطاع بنك الكويت الوطني أن يعطل المركز الأول أو أن يحصل على المركز الأول من المصارف المحلية من حيث القيمة الإجمالية للأرباح، حيث استحوذ على حدود 44% من إجمالي أرباح المصارف عن النصف الأول، بينما بيتوك جاء بالترتيب الثاني باستحواذه على أكثر من أو قرابة 17% من هذه الحصة. أيضا في الكويت، نهى وكالة التصنيف الائتمانية فيتش قالت إن البنوك الكويتية الثمانية تتوسع في قروضها في ظل ظروف تشغيل مشجعة واستغلال الحكومة لمراكزها المالية والخارجية القوية والاستثنائية للحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق، طبعا مع نظرة مستقبلية مستقرة. الوكالة أيضا توقعت أن تشهد البنوك الكويتية هوامش ربحية أقوى من السابق بسبب تزايد الفرص محليا، وكذلك بسبب استراتيجيات التنوع لدى المصارف. انتهت فقرات مسار السوق لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.